هل جال في مخيلتك أين ينتهي مطاف المخلفات العضوية؟ لنرافق شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في الرحلة المبهرة. شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي هي الشركة الوحيدة المزودة لخدمات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي، وتقوم بربط أكثر من 95% من الإمارة بخطوط وشبكات الصرف الصحي. تشكل مساحة إمارة أبوظبي 80% من مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة. يستهلك هذا الطول حوالي 8000 كيلومتر من أنابيب الصرف الصحي مختلفة الأقطار، ويساوي هذا الطول تقريباً المسافة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والقطب الشمالي. تعمل محطات الضخ لدينا على مدار الساعة، حيث يدفع بالمخلفات العضوية إلى أنابيب الضخ. ترسل جميع المخلفات العضوية إلى محطات المعالجة التابعة لنا. نشغل 40 محطة معالجة بأحجام وسعات مختلفة. تتم معالجة المخلفات العضوية من خلال الكائنات المجهرية الدقيقة. يتم معالجة 800,000 متر مكعب من المخلفات العضوية السائلة يومياً، يعادل 320 حوض سباحة أولمبي، وإجمالي 135 طن من المخلفات العضوية الصلبة في اليوم. يستغرق جمع المخلفات العضوية ومعالجتها والتخلص من ناتج المعالجة على نحو آمن وقتاً كبيراً، ويعاد استخدام المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء في إمارة أبوظبي. إن الاهتمام بالصحة العامة والبيئة مسؤولية كبيرة، ونحن نعمل من أجل أن تكون إمارة أبوظبي إمارة خضراء. نعمل من أجل مستقبل إمارة أبوظبي.